الحقيقة إمداد كشركة يعني اسم كبير، وأنا حتى مو بس علاقتي فيه من هون، من قبل من السعودية كمان كان علاقة طويلة أكثر من 20 سنة صار لي معه هون. الحقيقة إمداد كشركة يوثق بالكواليتي تبع الأجهزة اللي بتجيبهم، والحقيقة المينتنانس ما بيأثروا الجماعة، يعني دائما بيجاوبوا بسرعة، في فعالية، في دايما حتى لو ما طلبناهم أحيانا هن بيجوا بيعملوا مينتنانس للجهاز بالأوقات يلي بيكونوا شايفين إنه لازم يشيكوا على الجهاز فيها.